العوده مره تانية ما لدكتور احمد كريمه يعني مش هينفع هذا الحدث يعدي من غير ما نرجع لك دكتور انا مش عارف يمكن زي ما كنت بقول الاستاذ اشرف العاشري كده في كم واحد فينا كان بيفكر اذا كان في جاليه مصريه موجوده هناك ولا لا وبعدين اذا كان الامر كذلك يا ترى هنعمل ايه واللي فوق كل ده بدون ضجيج بدون صخب اكيد اكيد اتعمل مجموعه كامله من التحركات والتنسيقات حتى وصول الجاليه المصريه امنه الى مصر مره تانيه الى ارض الوطن بتشوف ده ازاي يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم عوده آه الاخوه العائدين من افغانستان الى مصر أراه من منظور القرآن الكريم والسنة النبوية وإبرار القسم من السيد الرئيس عفتاح السيسي بدون أدنى مجاملة ولكنه الحق والحقيقة فأما القرآن الكريم فصدق الله العلي العظيم حينما أخبر على لسان سيدنا يوسف ابن يعقوب عليه السلام انما قال للكون كله طبعا وخص ابويه واخوته ولكن هو يريد الانسانيه جمعاء ادخلوا مصر ان شاء الله امنين فاذا في ظروف ما تحيط بافغانستان عاد المصريون الى البلد الى الوطن الذي قال الله فيه ادخلوا مصر وهذا المسمى استاذ يوسف الحسيني هيفتح لنا مجالا رحبا يا ليتنا نعود الى مصر المسمى الاصلي في الكتب السماويه بدون وصف ينسب الى سياسه او قوميه مصر هو لم يقل الله ادخلوا مملكه مصر ولا سلطنه مصر ولا اماره مصر ولا جمهوريه مصر ولكن قال ادخلوا مصرع اتمنى ان ياتي اليوم الذي اجد فيه مصر فقط هي الاسم بدون ان تنسب الى كذا او كذا اللي هو المسمى الذي جاء في العهد القديم جاء في العهد الجديد جاء في القران الكريم ادخلوا مصر ان شاء الله امنين المنظور الثاني منظور النبوه الخاتمه يعني أولًا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس وسيدنا المسيح عليه السلام لا نغفل أنه وصف هذا الشعب أو هذا الوطن أو هذه البلد مبارك شعب مصر يبقى هنا لما نستشعر البركات من فم السيد المسيح عليه السلام وأيضا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس يبقى الجهاز أو العمل المؤسسي الجماعي آه الذي أعاد هؤلاء صيانة لدمائهم وأعراضهم وأموالهم سالمين إلى أرض الوطن ينطبق على كل مسؤول كبر أو صغر في أي موقع من مواقع المسؤولية ادخلوا مصر ان شاء الله امين طبعا يبقى هنا خير الناس أنفعهم من للناس. اما الامر الثالث طبعا العائدون قالوا كلمه حق ونحن معهم وحضرتك طبعا والاخت مبعوثه التلفزيون في الموقع الاستاذه لمياء على ما اذكر حينما اشادوا طبعا بالتحرك السياسي الواعي الهادئ الرصين من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وده بيذكرنا بإبرار القسم الرئاسي آه الذي قال فيه وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. هو رعى مصالح الشعب ليس في داخل الحدود الجغرافية لمصر ولكن امتد إلى خارج مصر آه لرعاية أبناء مصر في الخارج وبتحركات واعية محسوبة آه يعني تشهد بالجداره والكفاءه عاد الناس الى آه اوطانهم يعني بالقياس الى غيرهم يعني كما يقال بضدها تتمازل الأشياء آه ننظر الى كثير من الجنسيات حتى من اهل البلد انفسهم اللي هم افغانستان مم. يقفون هناك في المطار او على الحدود مع الدول المجاوره مثل باكستان كانهم في مصيده لا يعرفون الفرار او الخروج. شفنا مشهد مؤلم نعم. جدا لاطفال افغان صغار نعم. يحاولون المرور عبر الاسلاك صحيح. والاسوار وما الى ذلك ومنهم شي... من تعلق بالطائره. صحيح. لكن فضل الله عز وجل حينما يعود أو تعود البعثة المصرية سواء الدبلوماسية والأزهرية إلى أرض الوطن بكرامة وعزة وفي أسرع وقت يعني قبل لقدر الله أن تحدث أحداث أو حوادث معينة فهذا الحدث يدل على الريادة المصرية والجدارة والكفاءة المصرية وكل ذلك كما قلت هيؤكد لنا فعلا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وطبعا أنا كأزهري يعني طبعا أشرف معاك في الأداء الإعلامي لكن بنثمن الجهود للمؤسسات الدولة المصرية من نعلم منها ومن لا نعلم أنها تضافرت لحماية الأبناء المصريين في خارج الحدود حتى عادوا إلى أرض الوطن سالمين مما يدل فعلا على أن الوطن ليس مجرد كما قال الخوارج حفنة التراب لا ليست حفنة التراب الوطن قام وقيمة وقالها كما قلت نبي الله سيدنا يوسف عليه السلام ادخلوا مصر ان شاء الله امنين